جور نتقاسموا معاه التجربة متاعو، يحكي لنا على المغامرات متاعو، أهم حاجة يعطينا ليزاستوس في علاقة بالسفريات. وضيفنا لليوم صانع المحتوى أمين الصحراوي، أمين اللي كان عنده محتوى خاص وعرف كيفاش يروج للسياحة التونسية من خلال المحتوى اللي قاعد يقدم فيه، من مضيف طيران الواحد من أهم صناع المحتوى. حاضر معنا بالتليفون. صباح الأنوار أمين، مرحبا بك معنا في ويكاند على كيف. صباح النور وصباح الفل لياسمين أختينا، صباح الخير لكل المستمعين ديوان فم. مرحبا أمين، وهذه ما هيش أول مصافحة في ديوان فم، لكن اليوم اخترنا باش نركزوا على جانب مهم من حياة أمين، واللي هو الجانب متاع السفر. السفر اللي اكتشفنا أنه اليوم قاعد يحل في عوالم كبيرة، وقاعد كل إنسان قاعد يسافر قاعد يكتشف وقاعد يكتسب في خبرات جديدة. لكن أهم حاجة خليني ننطلق من خدمتك الأساسية اللي كنت ستيوارد، هكا ولا لا أمين؟ اللي كنت ولا أزال لا ولا تزال الاستيوار، وقلت إنها وقلت إنها تستحق أوسكار الخدمة هذه. تعب برشا والله، تعب خدمة ما يسهلة، حتى تعرف برشا عبيد ديما يسمعوا فما شركات الطيران قاعدة تجي لتونس ديما يعملوا في ديز انترفيو، الكل يكلموني أني نقدم، أقول لهم تحب قادر على تعبها تنجم تعبها فازي قد راي الصحيح. برشا عبيد تشوفوا في الحاجة البوزيتيف اللي فيها انك تسافر بلاش انت وعائلتك وتربحها وتشيخ بالسفر، اما راهي فيها برشا تعب، فيها جانب سلبي، فيها برشا تعب وفيها برشا تضحيات عائلية. انا واحد العباد ساعة على ساعة نمشي نخدم ونخلي ولدي ولا بنتي بالسخانة، وصلت مرة بنتي تكسرت خليتها في السبيطار ومشيت خدمت، لا أعياد لا مناسبات كيما الناس، لا نفرح كيما الناس، تلقى روحك ديما معلق فوق في السماء في الطيارة. راهي ماهيش سهلة، معناتها ماكش تاخذ كونجي تاعك كيما الكونجي كيما الناس الكل، معناتها نهار عيد اليوم ما نخدمش، أنا اليوم عيد أصحى ولا اليوم عيد الفطر، قاعد في لا لا أنت عندك أنت تخدم خدمة صعيبة اللي تستوجب عليك أنك ديما تسافر في سختو وقت المناسبات، ألوغ لا أنت كان فرحك وقت المناسبات باش تستمتع وتعيش الأجواء، لا أنت غاديك الموسم هو موسم العطلات والمناسبات غاديكم تلقى روحك طاير في السماء معلق فوق، فيها تضحيات مش سهله. يعني بديت لنا بالجانب السلبي نتاع الخدمه هذيا، ولكن مهم جدا اليوم، وهذه نصيحه لكل انسان قادم وهكا ويخمم باش انه باش يمشي في المسار هذيك. حكيت على حاجات اللي زاده توجع وقت اللي تخلي عائلتك وهي في حاجتها ليك وانت مضطر انك تمشي تخدم، دونك هذيا للاسف يخليك تعيش هكا التناقض ما بين الحاجه اللي انت تحبها هي السفر وانك تتحرك وتتنقل، ما بين زيادة المسؤوليات اللي منوطة على عاتقك. أمين، اختيارك للخدمة كيفاش كان؟ والله نزلنا في تونس، نزلنا في تونس من 2005، نزلت في تونس وما عرفش علاش هكا تغرمت بال مش تغرمت تغرمش اما نشوف فيها خدمة تساعد انسان كيفي انا اللي مش مقدوره انه يحط برشا فلوس باش ينجم يسافر. نحب السفر، انا صغير نقدر نتفرج، نحب الناشونال جيوغرافيك ونتفرج في العباد اللي تسافروا وكان ثم شيء اسمها فواياج تفكرها قبل ديما تفرج فيها تو ما عادش موجوده. ونقول لي اخت زعما يجي نهار انا ونسافر. نزلت صغير، انا نزلت نحكي لك عمري تقريبا 19 20 في تونس ونخمم في السفر. بعد قلت ها فما فرصه باش واحد يختنم معتي ولا خليني نقول يدمج ما بين الهواية اللي يحبها مع خدمة. خدمة اللي هي شنو بشنو فوالا نلقى روحي قاعد نخدم اوكي، مي زادا قاعد نسافر ببلاش نوعا ما. وي هذه الببلاش اللي نحبوها الناس الكل. امين وي امين، انت من خلال المحتوى نتاعك قاعد تنقل في ثقافات ومعلومات على الدول اللي قاعد تزور فيها، اسلوبك ياسر مميز امين، ويخلينا احنا نعيش هكا ونتشوقوا باش نزوروا الاماكن اللي انت زرتها. اليوم قداش في رصيدك من دوله؟ لا انا نعد في نحسب في المدن مش في الدول، انا ديما نقول انه التجربه التجربه تكون احلى اكثر انك تكتشف المدينه. كي نكتشف مدينه لتسي، انا اعطيك اكزامبل في تونس، كي نكتشف مدينه تبرقه وعادات تبرقه واهل وناس مدينه تبرقه ماهيش عادات وتقاليد اهل تطاوين، صحيح ولا لا؟ وي صحيح. ف
عمري ما نقول سافرت لما اكزامبل ما نقولكش سافرت الفلبين وشفت الفلبين لا انا كي مشيت كي شفت مدينه بركة في الفلبين هذا لا يعني انني شفت مدينه كامله تعرفت على عاداتها وتقاليدها فانا الى حد اليوم عندي اكثر من 100 مدينه في رصيدي والحمد لله سواء تابع الخدمه والا نمشي وحدي نهز مرتي صغيراتي نمشي وحدي اكثر المدن الاقرب الأمين المدن اللي فريمون هكا كانت تجربة هكا اكسبسيونيل عشتها شوف ديما نقول كل مدينة نمشي لها لازم لابد باش تجبدني فيها حاجة أنا مدينة بركة اللي أقرب ليا كي تقول لي أقرب ممكن اللي نشوف روحي ممكن نعودها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة اللي هي مدينة جزيرة بالي خلينا نقول جزيرة بالي في اندونيسيا بالي شنو هي السحر في الجزيرة هذه كما قلت البارحة اللي هي التراند والتندونس عند التوينس الكل اليوم شنو هي الحاجة اللي تميز الجزيرة هذه واللي تخلي بالحق عندها سحر خاص مشيت لها مرتين وانا عازب مشيت لها مرة انا وعازب مشيت لها مرة وانا خاطب وقلت لمرتي وقتها وانا خاطب قلت لها اسمعي نوعدك ان شاء الله بعد العرس لازم نرد باش نجيبك الجزيره هذه. الحمد لله عرسنا وجبنا زوج صغار وهزيتها وهي تو قالت لي نحب العطله الجايه في بالي. في بالي. صح عليهم جزيره سبحان الله فيها سحر كانك عازب كانك معرس كانك عندك معرس وعندك صغار تناسب جميع الاعمار. وان هي الرحله اللي كانت خيره وانت عازب ولا معرس امين؟ سؤال بشيرة مش سؤالي أنا الحقيقة بحدي الكوتش أشغمه مع العائلة والصغيرات أكيد جو والله جو أنا زادة خاطر سافرت ولا معرس وسافرت ولا وحدي ونعرف الفرق اي خويا في كانك تحكي على بالي عازب خويا عندك حاجات تعملها نحكي ولي زاكتيفيتيس اختو عندك برشي زاكتيفيتيس تعملهم بحق حاجه تعمل الكيف حاجه تخرجك من المود بتاعك مي كمشيت رجعت انا ومرتي وصغيراتي بيسير ما عملتش الاكتيفيتي اللي عملتهم تنجيز ومعرفش باراشوت وجيتسكي وحاسبكم كل ما عملهمش خاطر رايحين مربوط فنيد لاي واحد يسمع فينا من تو اللي يحب يمشي البالي امشي البالي وقت لما فرصه تو ما دامك عازب يسختو يسختو ما عندكش صغار لا كانكم كوبل امشيو كوبل شيخو برشا نشوف فيهم كوبل ويت تبارك الله في عروساتهم تحيه كبيره عندي ولد خالي مزكي عرس ومشاهز مرته البالي خاطر انا صحت قلت له بالي وفرحان فرحان 10 ايام وانا وياه بالتليفون كل يوم نقوم الصباح نقول له قمت يقول لي قمت اليوم مش تعمل بي سي دي يكمل النهار كامل يرجع لي يقول لي يمين الله يرحم عزيز اللي هو باب الله يرحمه ينعم يقول لي والله تبعت كلامك بي سي شخت عايز يقول له خويا برشا يرقد توا غدو تقول لك شو لازمك تعمل كونسيي العائله امين واكيد نتخيل برشا ناس اللي قاعده ترجع لك في هكا من اجل انها تاخذ النصائح في السفريات نتاعها اخي ديما نقول يعني التجربه ما كانتش كيما التوقعات نتاعك مدينه مشيت لها وما كانتش كيما انت تتخيلها ماهيش تجربة خايبة ماهيش واحد يتعلم حاجة جديدة مؤخرا جمعتين تالي كنت في مدينة اسمها بيرغامو في إيطاليا بيرغامو سكنت فيها طيارتي وصلت 6 تاع الصباح قمت نص النهار افطرت وبعد كما 3 ولا 4 رجعت معناتها عادي جدا كأي توريست معناتها الأربعة نقوم ما نلقاش حتى ريستورون محلول في ولا مطعم في الأريا كلها فماش في مدينة قعدت جيعان المطاعم كل يسكروا ما بين الساعة إلى حد الستة ستة وي يسكروا قيلولة عندهم مش عارف شنو بالضبط ليه نزيد لك زيادة معناتها أنا تعذبت في الغداء لخاطر ما سكروا لي ريستورون كل والعشية في بالي قلت هانيش نحوس الكل بعد التسعة بتاع الليل نتعشى حاجة بون أنا غلط في تنظيمي الغذائي أكيد مما لا شك فيه فما برشا عباد لمون على الانستغرام وعلى الفيسبوك قالوا يمين أنت غلط فما واحد يفطر يتغدى مع ثلاثة تاع العشية ويتعشى العشرة إي أنا توريست أنا توريست خويا أنا مبلبز أنا حر والله أنا حر نحب نبلبس في دارنا في عائلتي منظم في التوليس نحب نبلبس يسكر وقتي الغالي 9 تاع الليل صحيح باي باي انتهيت الحياة ما تغديتش عشيت ما تغديتش عشيت حتى هكاك
دونك التجربة هذيك قعدت جيعان فيها، ولأنه مزيانة برقة من المدن المزيانة. ما شوف الواحد تنجم الواحد تعمل معك كرشي إلا تجوعوا في كرشو. إلا جوعت في كرشي أنا وقت خلق بعضي ما عادش عندك حتى إحساس به. أمين هكا الوقت محليه معاك، وتمنيت أنك تكون بحذية هوني في الاستديو. أما أكيد نصيحة للشباب ليجون اللي هكا مغرومين بالسفر، اللي ساعات هكا الإمكانيات المادية ساعات هي تكون بلوكاي، ساعات الخوف من انه يعيش التجارب هذية. دونك شنو تنجم تقول لهم امين؟ ما تخافوش. شوف ونعود نجم نقول لكم امين صحراوي كي حب يسافر ومش بمقدوره ماديا، خلقت فرصة اللي هي اني ندخل نخدم مع شركة طيران اللي باش تحل لي برشا بيبان. انتو ما زاد ثم شركة طيران ثم مبادلات تاع فما جمعيات تعمل مبادلات، فما ألف فكرة موجودة أخرى. حكينا على العمل التطوعي زايدة في يعني فترات يرحم والدي يعطيك الصحة. فتلقاورة الحلول موجودة، اللي يحب السفر ومش بإمكانياته أنه يسافر، فما الحلول الأخرى اللي تسمح لك باش تدور العالم ودور العالم بدكم زلت صغار تو، والعالم لا يقتصر على قارة أوروبا. اللي محب يعطينا فيزا العالم أكبر من قارة أوروبا، شرق آسيا وجنوب أمريكا وأفريقيا وشيخو. مش أي بلد تعطينا فيزا ساي نقول أوب ساي أنا قاعد ساي لا. باسبوري الأخضر، باسبورك الأخضر اللي في ديك هناك يدخلك لأكثر من 72 دولة من غير فيزا أو فيزا أون رايز، لك توصل المطار وقت يعطيك فيزا. ما تربطش حياتك ببلاد ولا بقرر ما حبش تعطينا فيزا. واضح أقوى برشا منهم. محليه المساج اللي عطيته أمين، كل الشكر ليك على أنك قاسمت معنا تجربتك. بانكوراج ليك زادة في الخدمة المزيانة اللي قاعد تخدم فيها أمين صحراوي. موفق، ربي يفضل لك عائلتك، يفضل لك صغيرات امتاعك. وميرسي اللي كنت معنا اليوم في سان فرونتيير. مكملين معاكم في ويكاند هالكيف. مازال عنا تليفونك هاو توفها الرحلة معاكم، رحلة مزيانة أكيد نستمتع بها ونستمتع بكل اللحظات اللي موجودة معاكم في ويكاند هالكيف. استنونا بعد شوية ما تبعدوش.